بس كتار يا ليا من المفاهيم الشائعة اللي عم يتداولها المستخدمين دون العودة لمعرفة أصل هالأدوات أو التقنيات. اليوم رح نستعرض مع ضيفتنا المهندسة المعلوماتية منار قسام بعض من هالمفاهيم الشائعة. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير زينة، صباح الخير. صباح الخير ليا، سعد صباحك. صباح صباحك النور. حلو يا منار. صباح منار، النور. بالبداية خلينا نحكي مع بعض ونتعرف عن المحرك سي واستخدامه بالويندوز. سواق السي. نعم. ايه، سؤال شائع هو ليش الناس دائما بتنزل نظام الويندوز على السواق السي؟ سألت كثير من الناس قبل ما اطلع معكم فتفاوتت الاجابات كثير. بالحقيقة هي لها اصول تاريخية. ليش سي؟ واذا كان هو حرف ابجدي ليش ما بلشنا من اي بي من سي؟ صح. لانه قبل ما تظهر هي السواقات الصلبه، الهارد ديسك بقلب الكمبيوتر، كانوا يستخدموا شيء اسمه فلوبي. الفلوبي درايفر كان في نوعين، اي وبي، كانوا بيختلفوا عن بعض بالاحجام. اذا نحن عندنا بسوريا لحد ال 2000 كانوا لسه بيتواجدوا هدول الانواع من الفلوبيات بنستخدمهم، فكانوا مسميين اي وبي. وقت ظهرت الاقراص الصلبه مع وجود الفلوبي اخذت الحرف الثالث سي، ومن بعدها دي يو اي، وبعدين التقت هي الفلوبيات. بس ظلت الناس متعارفه انه هي بتنزل النظام على سواق سي. بس هي فيها تغير، يعني فيها تغير التسميه من سي، بس تعودوا الناس انه دائما تكون على السي. لكن سؤال شائع ثاني او مفاهيم خاطئه، خلينا نحكي نوضح شوي منار عن الفرق كمان بين الجي بي اس والجي بي ار اس بالموبايل. شو الفرق بيناتهم؟ هلا لانه تسميه التقنيتين قريبين من بعضهم، جي بي اس وجي بي ار اس، بتفكر الناس انه هن نفس الشيء بس هن مختلفين. والجي بي اس ما له علاقه ابدا بالانترنت، على عكس الناس ما بتفتكر، بيقولوا جي بي اس يعني انترنت. الجي بي اس هو نظام تحديد موقع عالمي، جنرال بوزيشنج سيستم، يعني هو عباره بشكل سريع، في عندنا اقمار صناعيه موجوده بفضاء الكره الارضيه، تقريبا من 18 ل 24 قمر صناعي. هي الاقمار الصناعيه عم بتدور حول الكره الارضيه تقريبا مرتين باليوم، وبتشتغل بكل انواع الطقس. يعني بتعمل سكان للكرة الأرضية، وهي بتعمل سكان بتلقط مواقع الأجسام، سواء كان شخص أو تجهيز، يعني إذا بني آدم أو موبايل أو أي تجهيز أو آلية أو شيء، وبترسلهم للمحطات الأرضية يلي فيها أجهزة استقبال خاصة بالجي بي إس. هلأ مع التطور الكبير لأجهزة الموبايل صارت هي التقنية موجودة بالموبايلات، فمن هيك نحن وقت بنشوف الخريطه وبنشوف موقعنا او موقع الجهاز تبعنا هي جاي من فكره الجي بي اس. اما الجي بي ار اس هي ما لها علاقه بتحديد الموقع العالمي، هي عباره عن الانترنت. يعني نحن وقت نستخدم انترنت نرسل بيانات، نتصفح، نعمل خدمات بنكيه، او نوصل للايميل تبعنا، او حتى انه توصلنا رسائل المالتي ميديا، اذا بتذكروا الصور المصوره عن طريق الرسائل، هي عن طريق خدمه تقنيه الجي بي ار اس. نعم. هذا الفرق بيناتهم، بس ما لهم علاقه ببعض ابدا. نعم. منار، كمان في اخطاء شائعه تستخدم على ارض الواقع، كمان بتسبب يمكن سرعه بنفاذ بطاريه الموبايل، خلينا نحكي عن هي الاخطاء ايضا. ايه، راح افصلهم. اول شيء احكي بس فكره عن الموبايلات اللي بتشتغل بنظام الاي او اس او الايفون. هلا في خطا شائع كثير الناس بترتكبه، انهم بيكونوا عم بيشتغلوا بتطبيقات فاتحين اكثر من تطبيق، او بيسكروا بيفكروا انهم لازم يسكروا التطبيقات يلي بتشتغل بالخلفيه، بيعتقدوا انه هي بتوفر من الطاقه او بتوفر من البطاريه. بالحقيقه هو شيء منطقي اذا بنفكر فيه، بس الواقع والحقيقه هي غير هيك تماما. هذا خطا شائع كثير بترتكبه الناس، لازم ما تسكروا التطبيقات، لانه نظام اي او اس، نظام النازل على هي انواع الموبايلات الايفون اللي عم بحكي، هو مصمم خصيصا لانه هي التطبيقات تشتغل كلها سوا. يعني اذا نحن عم نشتغل على تطبيق، هو بيقوم بجمد بقيه التطبيقات الثانيه، وما بيستهلك ابدا من طاقه البطاريه. بس نحن وقت بنسكر هي التطبيقات بنجبر النظام انه يرجع يفتح التطبيق من اول وجديد، هون بيكون عم يستهلك طاقه اكبر من البطاريه. فهذا الخطا الشائع. منار، يمكن في سؤال الكل بحب يعني يستفسر عنه، هو موقع الصراحه اللي هلا منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. شو هو موقع الصراحة؟ وهل عم بتم كشف هوية المرسلين فيه؟ أو هل هو عبارة عن موقع تجسس أو شيء أو لمعلومات؟ يعني خلينا نعرف أكثر عنه.
هلا للي ما بيعرف شو هو موقع صراحة، هو موقع أنشئ من خلال مبرمج عربي. هذا الموقع كان الهدف منه أنه الزملاء بالعمل أنه يرسلوا رسائل لبعض ينتقدوا فيها بعض أو يوجهوا انتقاد لمدرائهم بدون ما ينعرف هوية الشخص. هلا لاحظ المبرمج أنه هذا الموقع انتشر بشكل كتير كبير حسب تصنيف أليكسا، أخذ تصنيف تقريبا 102 موقع يعني، وانتشر كتير بمصر، بس صار حتى اخذ انتشار بمنحى سيء، ايام كان توصل رسائل فيها اساءه، فيها شتم. هلا السؤال اللي تداولوه كثير الناس وكثير حكت فيه انه رح تنعرف هويه الشخص المرسل لهي الرسائل. بالحقيقه هي طلعت القصه من وراء تويت من موقع صراحه على تويتر انه رح تنكشف هويه الرسائل، بس تبين بعدين انه هي التويت مزيفه، مهكر كان الحساب او الحساب كان وهمي، ما رح ينعرف هوية الأشخاص. يعني من طمننا اللي أرسل رسالة وخلاص ما حد. لا أكيد ما رح تنعرف ببساطة. ما رح يكشف. ببساطة إنه لأنه الفكرة نجحت على أساس إنه ما تنعرف هوية الأشخاص، فإذا التغت الفكرة كلياتها هي ببساطة يعني. ارجعوا يلي ما بعت أو ما مسترجي يبعت. ارجعوا بعتوا. منار، كمان بالفترة الأخيرة انتشرت كثير أنواع من الموبايلات، يمكن موبايلات أصلية وموبايلات مزيفة. هون نحن كيف فينا نكشف اي هي الاصليه واي هي المزيفه؟ يعني بتشوفيهم نسخه طبق الاصل، خاصه يمكن الصينيين او هيك. صح، معك حق ليا. كثير انتشرت الموبايلات المقلده، والناس بتروح بتشتري ما بتعرفوين تماما نفس الموبايل الاصلي، بس بيلاحظ الفرق فيه بعدين لما بيصير الاستخدام للموبايل. هلا ببساطه في عندنا رقم خاص بكل جهاز اسمه رقم الايمي. هذا الرقم يا اما بيكون موجود على علبة الجهاز وقت منشتريه، أو فينا نطلعه عن طريق الموبايل، نكبس نجمي مربع 06 مربع، بيعطينا رقم تقريبا 15 خانة. هذا رقم الآيمي خاص بكل جهاز، ما بيتكرر، كل نوع موبايل عنده رقم آيمي خاص فيه. بناخد هذا الرقم ونفوت على imei.info، موقع كتير بسيط، بنحط هذا الرقم ونعمل تشيك، فهو رح يعطينا اول شيء رح يعطينا صوره الموبايل. اذا اعطانا نفس صوره الموبايل تبعنا عم تاكد انه نحن موبايلنا ما انه مقلد اصلي، وبيعطينا معلومات كامله عن بلد الصنع، تاريخ الصنع للموبايل، حتى قد ايه الذاكره تبعيته، النظام التشغيل، بيعطينا كل المعلومات. اذا هي نفس المعلومات تبعت موبايلنا فموبايلنا غير مزمن وتقليد. حتى فينا نستفيد من هذا الرقم وقتها بيصير عندنا سرقه للموبايل او شيء، فهو اول رقم ناخده ونعطيه اذا حفظانينه لشركه الاتصالات. لازم الكل عنه. لازم يكون عنده هذا هون الرقم. بنرجع بنستفيد من خدمه الجي بي اس. هلا منار، انا بدي اسالك سؤال يمكن الكل عم يعاني منه شخصيا اخر فتره، هو الرسائل الجماعيه اللي عم تيجي تحذير او انك ترسليها لاكثر من حدا، او حتى اضافتك لجروبات يمكن ما تعرفيها. فبس نحكي عن هدول القصص، هل الرسائل اللي عم تنبعت لازم نبلغ عنها فعلا ونتداولها، او هي عباره عن تجسس؟ وهدول الجروبات كيف فينا مثلا انه نمنع انه نضل فيهم؟ بتقصدي فيها السوشيال ميديا يعني فيسبوك اكثر شيء؟ تماما. هلا كل شيء رسائل ما بنعرف مصدرها، ما بنعرف الشخص اللي عم بيرسل لنا اياها، ما نرد عليه، وخصوصا لما بيبعث لنا ملف مرفق بيكون متقصد انه يكون عنوانه لهذا الملف مميز كثير مشان يجذب الشخص انه يفوت، بيكون هو فيروس بالنهايه. اما الجروبات اللي نحن بننضف لها ببساطه نحن فينا نطلع منها، مجرد هي الميزه تبعت فيسبوك انه حدا بيعمل لك اد على جروب، فانت اوريدي صرت موجود ضمن هذا الجروب، فبس فيك تفوت على هذا الجروب وتطلع منه، تعمل انه انجويند، انه انا ما بدي اكون موجود بقلب هذا الجروب. بس ننتبه كثير للرسائل اللي عم جينا من اشخاص نحن ما بنعرفهم، منهم موثوقين بالنسبه لنا. منار، وسؤالنا الاخير عن يمكن تفاصيل نحن يعني بتكون بين ايدينا بس ما بنعرف يمكن شو معناتها، او ما بنعرف تفاصيل عنها، خلينا نعرف اللابتوب، ليش سمي باللابتوب؟ صح، معك حق، كثير بنستخدم هي التسميه وما بنعرف ليش تسمى لابتوب، من وين جاي التسميه. بالاساس لابتوب هي عباره عن كلمتين، منا كلمه واحده، لاب وتوب. لاب من منطقه اعلى الفخذين والتوب فوق، فنحن بنستخدم الموبايل اللابتوب على بنحطه على رجلينا ونستخدمه. بالاساس كانت الكمبيوترات تستخدم اول شيء على الارض، صح. كانت كبيره كثير يعني. بعدين تطورت صارت على الديسك، من هيك بنسميها ديسك توب، صارت على الكمبيوتر العادي. بعدين تطورت صارت لابتوب بنستخدمه على حضننا.
والتطور الاكبر صار هو التابلت، لما صرنا نمسك ال لنقول الكمبيوتر بايدنا، يعني هو لابتوب التابلت. فمن هون اجت التسميه تبعت اللابتوب، لانه احنا بنحطه على حضننا وبنبلش نشتغل عليه. نعم. يعني منار كثير اعطتينا معلومات قيمه عن بعض يمكن الاشياء اللي هي ببالنا بس فعلا ما كثير بنعرف شو هي تاريخها، والاخطاء الشائعه ان شاء الله بيكونوا كل اللي شافونا استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا. شكرا لك منار قسام، ودائما ناطرينك بحلقات جايه ويمكن بمواضيع كثير حلوه بتهم التكنولوجيا والتطور. شكرا كثير لك منار. شكرا ليام. شكرا.